يعيش في واحة من الأمن والاستقرار، وفي ألوان وزير الدفاع: الشعب راض كل الرضا عن الحكومة. ويبدو أنه يعني الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين وضعنا في امتحان ابتدارا كده، لأننا ما تعودنا أن يتحدث وزراء الدفاع عن تفاصيل الشأن الحكومي. وزير الدفاع: الشعب راض كل الرضا عن الحكومة. ولأن لنا احترام خاص مع السيد وزير الدفاع ومع الجيش السوداني، فإننا نتوقع بطرفة عبد العزيز داود مع جعفر نميري. جعفر نميري كان يحب عبد العزيز جدا في أغنياته العاطفية والوطنية، وأنا ذاك تم في أوائل السبعينات اعتقال الفنان الكبير محمد وردي، ولأنه أصيلة قائمة بين عبد العزيز وجعفر بن رضا، فكانوا الفنانين والعازفين بحكم العمل النقابي وشرف المهنة يعني. وليت حلقوم تأكل والليل النهار مع جعفر النميري وتقبض وردي دمرمي في السجن لأكثر من سنة ما عنده أولاد وكذا، فضيقوا على عبد العزيز جدا. فقالوا مرة يعني غنى: هل أنت معي وأجراس المعبد. وكان جعفر النميري بحبهم جدا، كانوا خيته. فلما انتشى كده جعفر قام دخل له في مزاجه كده عبد العزيز، فقال له: يا سيادة الرئيس، عملت لنا شنو في وردي؟ فقام ضرب الترابيزة وشتت الأكل والطيبات وباقي الطيبات، وردي ماله يا عبد العزيز؟ فقام عبد العزيز قال له: والله بس قلنا نعرف انك حتشني قمتين يعني. وبعد انتهت الجلسة يعني هم طالعين كده، قال له: والله يا عبد العزيز، لن نفسد عليك مدعة يومك هذا. وأطلقنا سراح محمد وردي. فإن شاء الله هذه الطرفة توقينا من العنوان المثير للجدل لوزير الدفاع: الشعب راض كل الرضا عن الحكومة. تعويضات لأصحاب المخابز والإيقاف لمخالفي تسعيرة الغاز. دينكا نوغوك يتحرشون بوفد السلم الأفريقي بأبيي. أثيوبيا ترحب بتصدير نفط الجنوب اليوم التالي. الجيش يدحر المتمردين ويقتل 17 منهم في جبل مرة. الاتحاد الأوروبي يمول مشروعات ب 250 مليون يورو بالشرق. توطين 313 أسرة نازحة بجنوب دارفور. السجن والغرام والإبعاد ل 45 متسللا أجنبيا بسواكن. هذه عناوين الصحافة في عهد صديقنا الأستاذ عبد المحمود نور الدايم الكرونكي. الجاز الآن في البرازيل يبحث عن في البرازيل عن التجربة المزدوجة في السكر والبترول. أثيوبيا سد النهضة فجر خلافا مع مصر وليس السودان دي الإهرام اليوم. والقضارف تسمح بدخول العمالة الأثيوبية لعملية الحصاد. التغيير، تحية خاصة لصديقنا إمام
محمد إمام خلال وفد الإفريقي من احتجاجات غاضبة للدين كبابيي. الجيش أعلن مقتل 3 قيادات ميدانية للمتمردين بدارفور. الحرة استقالت قيادات من الاتحاد الأصلي بشمال كردفان. والزميل الانتباه أيضا الدينكا يهاجمون وفد مجلس السلم الأفريقي. دكتور أمين: ليس من حق الحركة الإسلامية تشكيل لجنة للتفاوض مع الإصلاحيين. أما السوداني وصديقنا ضياء الدين بلال فقد دخل في قضايا الفكر والجماعات الإسلامية في خطوة أثارت الخلافات وصل التيار السروري. السوداني تتحصل على تفاصيل حراك تكوين حزب سلفي جديد. عبد العزيز خالد: سعادته يطالب المهدي والمرغني والترابي بالنزول للمعاش، الإيقاف والغرامة لموزعي الغاز المخالفين للتسعيرة. وزير المالية: نعالج الاقتصاد على طريقة الميليريا. حركة تنقلات واسعة في وزارة الخارجية. والرئيس التشادي يحذر حركات دارفور ويتوعدهم بالحسم. هذا ما قالته صحافة الخرطوم. ولكن وأيضا من لطائف صحافة الخرطوم أيضا أنها كتبت، افتكر ده في الأهرام اليوم، بأن السيد أسامة عبد الله وزير السدود دخل، يبدو أنه دخل في أشهر المنافسات في قصر الوقت جنس. فقد قالت الصحيفة بأن السيد أسامة عقد مؤتمرا صحفيا حول لقاء أثيوبيا والسودان ومصر حول سد النهضة. المؤتمر الصحفي لم يتجاوز الدقيقتين وانصرف سيد الوزير، وانصرف الصحفيون، وانصرف السفراء الوزراء، وانصرف سد النهضة، وبقيت الأزمة في مكانها. من القضايا المهمة جدا وترد أسماء الرؤساء السودانيين كثيرا، بتذكر جعفر نميري عليه الرحمة لما جود نباوي. الناس ود نباوي كانوا ما بدوروه بحكم الصراع المسلح منذ مسجد ود نباوي، مرورا بحركة الجزيرة أبا، حركة 76. فمرة جالي مناسبة عندنا ود عمنا الله يرحمه يوسف أحمد خوجلي، فجاهه في زواج واحدة من بناته وجلس وحيد كده يعني حوله حرسه بعد عودته من مصر. فقام يوسف الله عليه الرحمة قال لي: عليك الله يا حسين اقعد مع جعفر سيادة الرئيس وكذا. فقلت خلاص نمشي نقعد معه. أول ما قعدت سلمت عليه فاجعني بسؤال، قال لي: أنا حضرت الحوار بينك وبين عبد الرسول النور في الجزيرة، قناة الجزيرة، وإنت كنت بتدافع عن عودتي للسودان، مع أنه مشهور في بيتكم أنه أنا مسؤول على الأقل مسؤولية سياسية عن استشهاد عبد الإله خوجلي. فقمت قلت له: والله يعني في القلب في القلب، لكن أنت في النهاية كنت رئيس للسودان. ولذلك أنا عندما تحدثت في الجزيرة في الاتجاه المعاكس كان ظني انك انت بتنطوي على مجموعة، انت حكمت السودان ده 16 سنة، فقطع شك بتنطوي على معلومات استراتيجية لن ولم
تتأتى لأي رجل غيرك في سدة الحكم، ما في زول حكم لصف طائر سنة قبلك. ولذلك أنا خفت وأنت ترد عليك معلومات خطيرة جدا، سياسية واجتماعية وثروات وأسرار، لو أنت ظللت في مصر أو في أي عاصمة أخرى قطع شك تبتز بشكل ما، أو يداهمك المرض أو كده ويصبح فيك ضعف، ولذلك تتسرب هذه المعلومات الخطيرة التي تأتت لك وأنت رئيس الجمهورية. فعجبته الإجابة دي جدا وسرح كده طويل، فقمت قلت يا أخي بعد التبرير ده ما تقول لي مجموعة من المعلومات. فقام قال لي كده تعال ليهم في البيت. صحيح أنا ما مشيت لي، لكن قبل ما يفوت قمت قلت له يا أخي أنا أرجو إنك تلاقي الأخ البشير رئيس الجمهورية وتعمل له عملية تسليم وتسلم ما بين رجل دولة ورجل دولة. قال لي أنا أعيدك بذلك، لكن لم نعرف الذي جرى. وجعفر النميري بقي في ودنباوي. الذي أسهل الناس أن هذا الرجل يعني عاش في بساطة شديدة جدا، يعني كان عنده بيت في زقاق ودنباوي، واحد من أزقة ودنباوي حتى بكلمني. وبعدين كان يعني كان زعماء سودانية زمان عندهم نخوة خدة وترفع على رزائل المال والثروات. فقام قال لي لما كان في مصر، رجل لصيق له، قال لي كان بيقرأ الجرائد السودانية. فقام قال لي في واحد من قيادات الكورة في السودان في الاتحادات تحدث انه جعفر النميري عنده اكثر من 50 قطعة ارض في مناطق استراتيجية في الخرطوم. فقالوا نميري المسألة دي غضبته جدا. فمرة الرجل ده جاء القاهرة، فقاموا قالوا له جعفر النميري ده داخل مشتاق لك وبسلم عليك وكده، وقال لك تجي تتغدى معاي. فقالوا فعلا اتغدى وحلى وضرب الشاي بالنعناع وكده، وقالوا جعفر النميري قفل الباب كفته شلته طلع لي الجريدة قال لي التافي، أقول أنا عندي 50 بيت، 50,000 متر يعني. أنا قال لك كنت بحكم 1,000,000 ميل مربع، معقول نفسي تسقط لي 50,000 متر؟ وفعلا يعني كل السودانيين يشهدوا أنه ذهب ولم تبقى له إلا ذلك المنزل الصغير في أحد أزقة ودنباوي. سبحان الله، مرة قبل موته بفترة بسيطة جدا مشيت السلاح الطبي لأزور واحدة من قريباتنا كانت مريضة، فالحرس بتاعينه ظنوا إنه أنا جيت لجعفر النميري، وأنا ما كنت عارف جعفر النميري راقدين. فقام قال لي في الغرفة دي راقد جعفر النميري، دخلت عليه والله مما سكني يعني أكثر من 3 ساعات. جعفر النميري الذي كان يعني شوف السلطة دي كيف يعني غرابته يعني، والملك ده عندما يعطى لك بسماحة وينتزع منك. والله أنا قعدت الساعة 3 ساعات دي، جعفر النميري ده ما جاءه زول واحد، وكان يتمسك بي ويتكلم. حتى قمت قلت له يا جعفر يا أخي حقه تبدأ تكتب لك أي كتاب مذكرات، إن شاء الله تكتب النكت اللي كانت في مايو.
فتحلقوا الحرس بتاعه وكان بيضحك يعني مع انه كان فيه ضعف حتى في الذاكره يعني. فقام قال لي انت حافظ شنو من النكات بتاعت ماي؟ قلت له والله كثيره، لكن الذي يسمح المقام بذكرها قلت له. قالوا مره جيت في بطانه كده وبعدين بتتكلم وكانت في شظف وكان في جفاف وتصحر، وخرجوا لك العرب وكده بيبيلون العجفة ديك وكده، فأنت بتتكلم إن أعداء الثورة الذين يزعمون بأننا لا مكان لنا في أفريقيا، أقول لهم خاب فألكم، فهنا ذا قد عدت من الدورة الأخيرة للاتحاد الأفريقي وكنت رئيس المؤتمر. ففي واحد واقف جنبه كده العرب ده راكب له جمل كده، يا رئيس العيش العيش، ويدعون أننا معزولون عربيا ونحن قد صغنا البيان الأخير لمؤتمر القمة العربي، العيش العيش يا رئيس، ويدعون أننا معزولون إسلاميا وفي المؤتمر الإسلامي الأخير كان السودان صوته، العيش العيش. جعف النميري زعل جدا قال لي كده، قال لي سمين كده وبتسأل من العيش؟ قال لا يا رئيس كمان جابت لها تفكر. فالجماعة وقعت لنا القصة دي أظن في الجلسة دي قلنا لنا 10-12 نكتة. جعف النميري فرح جدا كده، لكن أنا طلعت كده قلت بالله يا جماعة شوف الدنيا دي، يعني من كان يظن أن مثل هذا الرجل قاعد له 3 ساعات يتونس معانا؟ أين الصولجان وأين البطانة وأين أولئك الوزراء والذين يتجارون حوله يمينا ويسارا؟ سبحان الله. من القضايا التي أيضا وجدتها كيف توثق القوى السياسية تاريخها، من القضايا المهمة جدا مثلا كيف يكتب الإسلاميون تجربتهم، هل نجحوا في ذلك؟ يعني حتى ولو شكليا تجربة الإنقاذ هي أول تجربة لعاصمة أو أمارة مسلمة سنية بعد سقوط الاستتانة، يعني بعد الخلافة العباسية لم تقم تجربة زعمت الإسلام تطبيقا وفكرة أكثر من التجربة السودانية، ولذلك أولى شيء بها ولها لصالح المسلمين أن توثق هذه التجربة، لأن يا جماعة دي زي ما قلنا في حلقة فاتت ليست تجربة انقلاب فقط، وليست تجربة رجل أو مجموعة تجرب في السلطة أو في المغامرة، هذه تجربة دين يعني. ولذلك ضاق صدر الإسلاميين كثيرا بتجربة التوثيق. أنا لازلت أذكر في السنوات الأولى للإنقاذ كيف كنا نتبادل كتاب الأفندي حول تقييمه للتجربة في سنواتها الأولى سرا، لأن عتاة التنظيميين كانوا يعتبرون أن هذا من الخروج يعني. وبعد مرور من السنوات صادروا أيضا كتاب محبوب عبد السلام حول تقييمه للتجربة، وصادروا أيضا من بعد كتاب متولي، ولكن طبعا دائما يخيب فال الرقابات أيا كانت، لأن التكنولوجيا دائما تتحالف لصالح الحريات. ولذلك أنا بفتكر أنه أولى تجربة بالتوثيق تجربة الإنقاذ، لأنها هي جزء من التاريخ الإسلامي المفتوح بأبعاده الإيجابية والسلبية. من القضايا التي أيضا رأيتها خطفا في الصحف السودانية تبعث على التساؤلات، هل يا جماعة الأسلوب الذي نجرب فيه منذ الاستقلال إلى اليوم
في الحلول التقليدية لحل مشاكل السودان سوف تجدي؟ هل الطريقة اللي بندير بها الأمن والدفاع والتعليم والاقتصاد في بلادنا، بلاد في هذا الحجم وهذا التعقيد، هل الحلول التقليدية دي ممكن أن تقدم لنا خريطة للطريق أو مجرد سبيل للخروج من هذا المأزق؟ لا أظن ذلك. يعني حقه نحن نشيع كل الحلول التقليدية التي طرقناها منذ الاستقلال إلى اليوم، لأنها من لدن الأزهر إلا إلى الإنغاز لم تنجح. هذا بلد كبير وبلد معقد وبلد الإحاطة به، يعني زي ما قال لي واحد من كبار رجال الشرطة يوما، قال لي يا أستاذ حسين لو صرفنا كل ميزانية السودان، كل الدخل القومي ده صرفناه من أجل إقامة شرطة متميزة لتحيط بالسودان ده أمنيا لما استطعنا. خليك من التعليم وخليك من الموية وخليك من الدارفور وكردفان والعاصمة والهجرات لو ميزانيتنا دي كلها اديناها الشرطة، لا يمكننا أن نصنع شرطة متميزة للإحاطة بهذا السودان. هذا بلد مستحيل، ولذلك لازم نفكر بحلول عبقرية جديدة. يعني أنا بفتكر مرات ذاته نحن خيالنا ذاته لبلدنا ضعيف ولمشكلاته ضعيفة. يعني مرة مشينا مؤتمر كده، مشيت صحفي يعني، فبيتكلموا عن قروض كده لحل مشاكل لمدينة لطريق. قلت لهم يا جماعة انتوا في الكويت، قلت لهم يا جماعة شنو انتوا دايرين لكم شوية ملايين من الدولارات لحل مشكلتنا؟ يا أخي أمشوا للأمير ده قول له يا أخي نحن دايرين نديك الكويت دي ذاته في السودان، مش تدينا 10 ولا 100 ولا 300 مليون، نحن يا أخي شوف الكويت دي حجمها كم، نديك لها في السودان، وتعال ازرعها وتعال احصدها وأديرها وصدر. كلام كويس، ولما تنجح التجربة دي الباقي ده الدين منه. يعني لازم تكون في حلول زي دي. وبعدين بالمناسبة السودان ده للعرب مدهش جدا. أنا بتذكر مرة جاء أخ سعودي، مشيت معاه بروف عشان نزور صديق، وكان نازل في هيلتون، رجل أعمال شاب كده، الدنيا كانت خريف. لما جينا في شارع البحر ده كده جم مسجد بروف، كان النيل ده متمسح كده مارق. فقام قال لي وقف العربية يا حسين، وقف الرجل ده مشى دخل يدينه في الموية وغسل وشه وشرب. فقام قال لي هذا ما هو انقراح؟ قلت له ايوه ده ما انقراح. قال لي يا اخي بترول شنو زفت شنو دايرينه؟ قال لي والله لو لم يكن لكم الا هذا الماء لحاربكم الناس عليه. قال لي جيب اي برميل بتاع مويه صافيه زي دي اغلى من النفط. ادونا قال لي النيل ده تعالوا شيلوا كل نفط السعوديه. فانا بفتكر حقه نحن ذاتنا. انا قلت لهم والله السودانيين ديل عجزوا حتى لما نمشي يشحدوا لهم ناموس. يا اخي قلنا لهم يا اخي قلنا اديناكم الكويت، امشوا للقطريين ديل، القطريين ديل قول لهم دايرين نديكم قطر دي ممكن نديها لهم في كل ولايه. وبعدين اللي عملوا فيها الدايرينه خاص السودان ده شنو؟ السودان ده ما مأزق العروبة والاسلام في افريقيا، ما يحلوها؟ السعودية دي ما تحل مشاكل السودان؟ ما هي الهجرة ما اكتملت، التداخل ما اكتمل، العرب ديل ما مشوا لأقصى أفريقيا، وقفوا. صحيح أصبح كثير من الأفارقة مسلمين، ولكن مأزق العروبة والإسلام ده ما بحلوه إلا العرب. حلوه يا جماعة، ما تحلوه بالقطاعي،
حلوه بثراء بثراء الفكرة التي يطرب. وبعدين والله أنا بحذر، والله أنا بقول للعرب ده، للسودان ده الآن هو تلته مشى، لو تم اختراقه تاني انتو تاني ما بتقدروا، ما بتنوم. يعني لو استطاعت القوى العالمية أن توقع باقي السودان الشمالي المسلم ده في مأزق واحتكاك أكثر من ذلك، والله إنهم الجداد ما تلقوه. يعني بصراحة كده يعني لازم العرب يعرفوا إنه حدود السلام عندهم طمأنينة السودان. وعلى حال دي مسألة تاريخية وفكرية وجغرافية، ولو عملت لها دراسة جدوى بيلقوها صح. وأصلا تتآكل الأمم هكذا. على حال ما زال العرض قائما على النيل، يمكن أن نعطي الأمارات أمارات، ويمكن أن نعطي الكويت كويت، ويمكن أن نعطي قطر قطر، ويمكن أن نعطي السعودية ما تريد، ويمكن أن يزرعوا ويفلحوا ما يكفيهم من السودان، مش يجيبوا الموز من البرازيل ولا يجيبوها من جمهورية الموز في أمريكا اللاتينية. معقول ناس يجيبوا موز من أمريكا اللاتينية ودي كسل بيجاي؟ أنا مرة حكى لي زول قصة لطيفة جدا عن السماحة بتاعت الفريق الزبير محمد صالح عليه الرحمة شهيد. قال لي مرة الملك حسين عليه الرحمة أرسل للسودان طائرة في أظن بعض المعينات من الملك شخصيا، ملك حسين، والسودان كانت حالته تعبانة جدا ومخترق من كل جيراننا دي كلهم حاربونا، ليبيا محاربانا، تشاد محاربانا، أثيوبيا، أريتريا، مصر، ما في حتة ما محارب السودان. والسودان ده خزينته دي شهر $100,000 ما فيها. فقام الزبير محمد صالح عليه الرحمة قال يا جماعة ما حرام عليكم يا جماعة طيارة الملك دي تمشي فاضية؟ في شنو يا جماعة؟ قالوا والله يا البلد اليومين دي الملانة قريب فروت. قال بس املوها قريب فروت ودوها، أصلا ما بتمشي فارغة. جماعة السوق المركزي ستفوا الطيارة دي قريب فروت ودوه. فقالوا القريب فروت ده وكلموا الزبير بطريقته العفوية اللطيفة دي، قالوا شوفوا دي أمانة ودوها الملك. فقالوا الملك كان بيحب القريب فروت جدا، فقام في الفطور عنده شيف أمريكي كده قام جاب له الأكل وكده وجاب له العصير ده القريب السوداني ده. فقالوا الملك شرب القريب السوداني ده، قال له ده جبته من وين؟ قال له والله ده القريب بتاع الزبير جاء من السودان. قال هاج في الطباخ بتاعه الأوروبي ده كده قال له كيف انتوا تجيبوا لي قريب في آخر الدنيا وفي قريب زي ده في السودان؟ رأي سيادة الملك لو ضقت السمكنة ولو ضقت الخروف السواقني وكده كلكم ما تأكلوا إلا حاجات السودان. لكن للأسف السودان ده يعني حتى رحلتم وحتى رحل هو لم نجد لا نحن ولا أنتم حسن الاكتشاف. قريت انه محلية الخرطوم تحاول هذه الايام ازالة ظاهرة المعتوهين والمشردين والمشردات في المحلية. وانا داير اذكر، داير اقول للناس، مرة أنا رسلت لي بيت صحفية في حلقة ما بثت وما ظنته، بس قمت قلت لها أعمل لك حاجة يسمى الكاميرا الوفية، مش الكاميرا الخفية، الكاميرا الوفية. فقامت قالت لها الحلقة الأولى، قلت لها أمشي بتلقي في بيت صغيرونة كده غبراء لطيفة حافية واقفة في شارع الجمهورية والحرية بتشهد،
طفلة، فقومي سوقيها وأدعيها لسندويتش كوباية بتاعت عصير وأعملي معها حوار. وظلت الكاميرا تلتقط في هذا الحوار. والله البدي حكت كيف تقضي يومها، ما ممكن تصدقه. العاصمة دي فيها عالم سفلي، عالم بتاع قاع. مما جات الإنغاز دي أو قبل ما تجي الإنغاز دي، في آلاف الفتيات خرجوا من قاع المدينة وانبثوا في الدنيا، يعني وانبثوا في السودان، وخرجوا آلاف الأطفال المشردين، بقوا رجال الآن، كانوا يعيشون كالدمامل على جسد هذا المجتمع. هؤلاء ما في زول عارفهم مشوين ولا مشوا كيف. هؤلاء المتحالفون مع الجريمة بكل أشكالها. أنا مستغرب جدا أن تكون هنالك دولة مهما كانت إمكاناتها يمكن أن يعيش فيها مجتمع كامل تحت الحفر وفي قاع المدينة. وبعدين أنا خليكم أن تتخيلوا ماذا يحدث لهؤلاء الأطفال لهذه الطفلات. اغتصاب وفرض خوة وجريمة وأفيون وسرقات. يا جماعة كيف تتنزل البركات؟ كيف تتنزل البركات؟ هؤلاء يعني أبناء السودان بعد شوية بيكبروا وتتفتل العضلات، وبعدين البنات يكبروا وتصخر الأنوثة، ولكن داخل هؤلاء خواء وجريمة ومجموعة من المآسي لا تنسى. أين ذهبوا وكيف ذهبوا ده بلاقينا كلنا على حال. ضرب لي أخ من القضارف وهو قريب للسلطة، فقام قال لي مسألة خطيرة جدا. قال لي يا أستاذ عليك الله نستحلفك بالله، نحن مجموعة الآن قاعدين. قال لي الآن في القضارف في ظاهرة خطيرة جدا، عودة الهنبتة بأحدث الأساليب. قال لي المزارعين ديل صحيح عندهم الزراعة وعندهم الرعي. قال لي الآن في القضارف يوميا في عربات من أحدث الموديلات بتجي داخل المشروعات دي شايلة أسلحة بتقوم تشيل 60 خروف 50 خروف وتشيل وتفوت. قام قال لي والله نمشي للشرطة، لا عندها عربات ولا عندها بنزين ودايرة إعانات. وقام قال لي اكتشفني إنه نحن اللي بندفع للسلطة دي مرات يساوي وللشرطة يساوي نص اللي بنبحث عنه أو 3/4. فقلت لي بتعمل شنو؟ قال لي يئسنا من أي طمأنينة أو أمان لرزقنا. فقال لي ظهرت تاني حاجة اسمها السالف. قال لي يسرقوا منك 100 خروف ويجيك زول محدد يقول لك يا أخي تدفع 25% من قيمة الخرفان دي نرجع عليك. قال لي ندفع ونمشي نلقى هنا. والقصة دي كلها وبقت ظاهرة. وظاهرة السالف بالمناسبة بدت في السودان في كل الولايات، لكن أنا أتكلموا معي أكثر من 7-8 الليلة الصباح من القضارف. قال لي يا أخي المسألة دي بقت فرض الخوة وتتبع النسبة وكده هنا. بعدين قال لي والله مرة نحن مرة قال لي قبضنا لنا واحد بالثابتة سارق، سلمناه الشرطة. قال لي ما في أحكام قوية. قال لي والله يدو 2 شهر والله بيضرعه يتضرح في سوق القضارف كأنه أسد. من النكات قبل أنا بتكلم عن
زمان كان عندي دعوة لجمع لطائف الشعب السوداني. طبعا الشعب السوداني زمان اللطائف بتاعته والنكات فيها تعقيد ولطف، حسس زي ذاته النكات ذاته بيقى زي الغنى ما بيضحك. وعندنا صاحبنا مرة قاعد له يوم شباب كده هم بيحكوا لي مصطفى ده زول رصين كده، هو زول لطيف وبتاع نكتة كده، فقال لي في بيت عريس قاعد جنبنا في الترابيزة والأولاد ديل قاعدين جنبه كده بينكتوا، قال لي والله قلنا لنا 20 نكتة والله، قال لي ابتسامة واحدة ما ابتسامة. وقلنا لي يا مصطفى يا أخي، ما أستاذ مصطفى يا أخي نحن ما بننكت من الصباح. قال لي أولاد قليلين أدب والله، نحن لو بنضحك في نكت تافهة زي دي كانت مصانينا تقطعت لعشرين سنة. فكل حاجة يبدو إن في السودان يعني تناقصت كبرياء وقيمة حتى النكات، لكن درمة حفار القبور الشهير الظريف عنده نكتة مع جحفة النميرة لذيذة جدا أنا كتبتها وفرحان بها جدا وأنا فرحان بها. قال مرة جحفة النميري عندهم قريب كده توفى في لندن الله يرحمه، فشاف الناس كتار جدا في المقابر، فجاءوا الزهوي كده بتاع الرئاسة قال لي يا ولد يا ديرما وسع الغبر ده ما بشي للصندوق. فقام قال لي والله شوف يا رئيس، نحن أي صندوق جاي من أي حتة في العالم عارفين مقاسه، صناديق لندن دي عارفين مقاساتها تماما ما تسأل، انت وتقل الأدب وانت وكده الغابر جاطت. فديرما ما عمل اي حاجة، ما اشتغل بجحفة النميري، فلما جاء الصندوق نزل في الغبر قميص عامر زب قام دفنه. بعدين جحفة النميري واقف كده، قام ديرما بعد عمل دعاء وده جاء كتافي كده جم نميري ونقول لهم ده شفاتت درمان. وجاء جم نميري كده قام قال له والله تعرف يا رئيس انت مشكلتك انك كتلت لكن ما دفنت. في خبر مهم جدا، قالوا الاتحاد الاوروبي يمول مشروعات بالشرق بقيمة 250 مليون يورو. انا متأكد انه اولاد البلد والخوايات ديل حياكلوا 200 مليون يورو، هيعملوا مشروعات بخمسين مليون. وشوف الأفندية ديل يعني لازم يراقبوا مراقبة شعبية. شفت يعني أول حاجة لما يبنوا البيوت ويشتروا البرادو ويعملوا المكيفات ويبنوا المعسكرات بتاعته يكون الميتين مليون يورو دي ذاتها بتاع المشروعات كملة، زي ما زمان بتاعين بتاع فرقة الأصدقاء عملت مش عملت حاجة اسمها جمهورية الزير، يزير كده دارين عملوا عملية جمهورية. فأنا بفتكر إنه لازم، أنا متأكد يعني متأكد إنه قروشنا دي كلها أكلت، يجيبوا 250 مليون يورو يقولوا والله دي دارين نعمل لنا شارع من هيا لبور سودان، الأفندية يمسكوا القروش دي يسوي البيوت ويسوي المكيفات ويسوي العربات ويسوي كده، لما تنتهي القصة دي ما يفضل أي حاجة. المشروعات دي كلها يا جماعة كلها اتأكلت لأنه التزيد الإداري وعدم الرفق بالناس، ولأنه الموظفين البديروا المسألة هم شلة، البديروا المسألة دي بيفتكروا إنه الشعب السوداني ده خلق ليخدمهم، وحتى الذي يتبقى بيعملوه بطريقة بشعة. حسا زول لما نمشي أي دولة يشوف شوارع الزلط اللي بتدعمل وشوارعنا البسكويت اللي بتدعمل دي، والله نحن اللي بندفعه في شوارعنا ده أضعاف اللي بيدفعوه الناس برا. لكن الفساد وعدم خوف الله. وبعدين يعني عشان كده بفتكر إنه خيمة بس، خيمة ولاندروفر اللي بيعجب ويشتغل ما يعجب ويفوت،
والقروش دي لازم الناس يعرفوها بالمليم مشت وين. طوبة طوبة، شوال اسمنت شوال اسمنت. ولا أنا زي ما قلت والله إذا استمرت القصة بتاعت الورق لعبة الورقات التلاتة، وإنه أي زول يخد فوق يعمل أي حاجة ويجيب محاسيبه وشركاته وشركاته من الباطل للتنفيذ، والله السودان ده لو يتفتح كل ينابيع من النفط ما يكفي شراهة وشبق الفساد في السودان. ولذلك أنا داير أقول لنا شرق السودان عندكم 250 مليون دولار يورو تشوفوها مشت وين. يجيبوا لكم زول واحد نظيف، شركة راغبوها، لاندروفر، خيمة في الخلا زي ما كانوا زمان. البواكير من المهندسين السوداني كان بيعملوا مشروعاتهم. تغفلوا والله تبقى بيوت فيه في تشيل السيل يعملها ذاته يصحب الحرام من حيث أتى. أوعي غشوكنا الأفندي، أضاعونا وأضاعوا السودان. حسا السودان ده كله بقديون، أين ذهبت المشروعات لا أحد يعني. في برضو قصة وبعدين برضو يا جماعة في حاجة اسمها صندوق الشرق. صندوق الشرق ده لقى قروش الدنيا والعالمين، يوم نحن نجيبهم هنا ده يحاسبونا. قطر دفعت، الكويت دفعت، الأوروبيين دفعوا. الشريك ده هو فيها جيرتو دي ما حصلت له حاجة، يجوا يحاسبونا هنا ده ورونا قروشنا دي مشت وين. بعدين في مسألة خطيرة جدا، قصة الفطور في السودان. أي حتة تمشي لها يقول لك الناس مشوا الفطور في الغندي. أي زور تجي تسأل يقول لك مشوا الفطور الساعة 10، مشى الفطور الساعة 1، مشى الفطور. ما بعرف الفطور ده في السودان في شو. خواجات ده بيقوم الساعة 6 صباح بياكلوا سندويتش انتهى الموضوع. يا جماعة فلان وين المصور؟ مشى الفطور. فلان مشت الفطور. شنو قصة الفطور؟ الوزير مشى الفطور. السودان ده كله في الفطور. يعني دي حاجة والله حقه يصدر قرار انه الناس ياكلوا لهم لقيمات مع نايم انتهى الموضوع. بعد ذاك تجي تتحمطر في بيتكم اخر اليوم، الناس واقفين في الشمس شايلين حاجاتهم، وين الموظف في الفطور؟ وين المدير في الفطور؟ وين الوزير في الفطور؟ شنو قصة الفطور دي؟ يعني انا في ازمة في السودان اسمها الفطور. بعدين الفطور ده الناس بيمشوا ما بيجوا، يمشوا ويقطعوا الفتة ويكبوا فيها السردين ويتونسوا ويشربوا القهوة مع ستات الشاهي ويتكلموا عن المريخ والهلال ويغنوا ويلعبوا السيجة ويجوا راجعين الساعة 2 يركبوا العربات يمشوا بيوتهم. عشان كده في لجنة دولية أكدت إنه السودانيين دول بيشتغلوا في اليوم 10 دقائق، وأنا بفتكر بيشتغلوا في الشهر 10 دقائق. حارب الله الفطور يا في السودان، حارب الله الفطور، فهو واحد من أسباب الأزمات في بلادنا. أنا من الأشياء الشايفة كده بعيني السودان ده، أنا حضرت له كثير من المؤتمرات الاقتصادية، غايته الناس القاعدين الناس المنظرين للاقتصاد في السودان ده بأسين جدا. الأوراق اللي بيقدموها، مستوى الأداء، وطبعا ظاهرة في تنفيذ السياسات. حقه نحن نعترف إن عندنا مدراء ماليين كويسين، محاسبين كويسين بقوا وزراء، لكن ما عندنا أي عقليات اقتصادية مبتكرة. ما عندنا الشوية اللي عندنا ديل مش يشتغلوا في المنظمات الدولية أو استقطبتهم الصناديق العربية أو البنوك العربية. ما في السودان ده عبد الرحيم حمدي ده كبير رايته وزهق ذاته. يعني الدائر يعملوا عمله والدائر يقولوا قالوا، وبعدين مرات يجدع نصيحته كده لما يفيق يعني من الزهج الخرافي العايش فيه، لكن ما في زول تاني، ما في زول كده تمسك تقدر عنده جرأة وشجاعة وفهم كل للأزمة وللموارد وللبلد، ما موجود. نحن يا جماعة ده ما إيه
جامعة الخرطوم دي وبقية الكليات كل الناس القروا فيها بيقروا تاريخ اقتصاد، ما بيقروا اقتصاد، بيقروا الهيستوري بتاع الاقتصاد، ما بيقروا الاقتصاد. النظريات ذاتها، واحد قال لي والله أنا مشيت أمريكا جيت النظريات يدرسوها جامعة الخرطوم دي انتهت من الخمسينات، من الخمسينات انتهت. ولذلك ما من العيب يا جماعة نجيب لنا مجموعة من الخبراء والمثقفين والاقتصاديين من كل أنحاء العالم. أول حاجة نجيب أولادنا البرة دي، كان شيوعيين كان بحثيين كان أخوان مسلمين كان سلفيين، المهم أي زول في ورقشة برة نحن محتاجين له، نجي نقول لنا يا جماعة أقعدوا ورونا كيف الخروج من هذه الأزمة. المحاسبين البين يدينا ديل ما وردونا إلا موارد التهلكة. وبعدين يا جماعة ما القصة دي بقت بالإيجار، جيب لك مثقفين وعلماء من الهند، جيبوا من أمريكا، جيبوا من بريطانيا، جيبوا من الأمارات، ما العلم ده بيقى مفتوح، أديهم حقهم. قول لهم يا جماعة والله نحن عندنا مليون ميل مربع وعندنا موية وعندنا أمطار سيل، كلام كويس، وكاش ما فيش، حلوا لنا المشكلة دي. وده ما عيب، الدنيا دي كلها نحن ذاتنا أولادنا التكنوقراط بتاعنا نديل هم العمل والطفرات الموجودة في الخليج لحد ما هم أولادهم فاتونا، نحن ذاته بقينا بر اللعب وبر الشبكة. لكن الأسس البيزك بتاع الدول العربية دي كلها في التنمية والنهضة وأساسيات عملوها مجموعة من التكنوقراط السودانيين. أنا يعني بفتكر في آخر أي حلقة نحن مفروض نتكلم حولها، يعني ما الناس يفتكروا إنه ده أنس مسائي ولا طقحنك. نحن بنتكلم يا جماعة عن إنه آن الأوان لتكوين حزب السودانيين، وحزب السودانيين ده يا جماعة ما للحكم. نحن عشان نتعلم أسس الحياة الكريمة القائمة على العدل والمساواة والفكرة والتواضع والعلمية، الحزب السودانيين ده حزب أي سوداني هو فوق الأحزاب وفوق التكتلات وفوق الطفائف وفوق الإثنيات وفوق الجهويات. نحن محتاجين لحزب نتلم فيه كسودانيين، هو السودانيين ديل اللي بيكتبوهم في الأوراق الرسمية إنهم طولهم 6 أقدام و5 بوصات وعيون عسلية وكلهم مولودين يوم واحد واحد، ده كل سوداني عضو فيه. في الدين ما داني نتكلم كلام كثير، فعالون لا قوالون. ويا جماعة نرتقي بالسنة العملية، الطربقة والوعظ والكده ده الناس ذاته زهجوا منه، شفتها. بعدين بالنسبة الخير ده أصله ما فيه تنطع، الكلام فيه تنطع، والكلام حول الدين والاسترسال في الجزئيات ده فيه تنطع كتير جدا. لكن لو شلت لك 1000 سندوتش مشيت لك لواحدة من المدارس بتاعة الأطراف وقفت، أي طفل بيشيل منك سندويتش، ده ما فيه تنطع، دي سنة فعلية. الارتقاء بالسنة العملية دي نحن بنفتكر إنه نحن مجاميع مجموعة من القوالين للفعالين. هذا الحزب ضد الحرب وضد الفساد وضد الاستبداد، هذا الحزب مع الحريات والعمل والكفاية والعدل. شعاراته بسيطة جدا، ليس منا من نام وجاره جائع، ليس منا من نام وجاره جاهل، ليس منا من نام وجاره مريض، ليس منا من نام وجاره عاطل. يا جماعة أنا بعرف أولاد الواحد حسي عدي الشيب ضرب راسه عمره 40 سنة و42 سنة ما عنده مهنة، ده احنا مسؤولين منه، ده يعني مشكلته اكثر من الجائع. عشان كده يا جماعة ونحن دايرين السودان ده ذاته مجرد
امبارح احنا نتكلم عن الجرد الحكومي، نحن حق نجرد انفسنا. كل الجمعيات المتميزه التي خرجت ايام السيول والامطار وشالت الامكانات بحدها الادنى، خرجت في كل حاره، خرجت في كل فريق، خرجت في كل مدينه لمعالجه الناس ولمداواتهم ولمؤاساتهم. نحن دايرين نقول يا جماعه هذه المجموعات عليها أن تخرج من جديد، دي التظاهرات الحقيقية. أول شيء نحن دايرين نعرف نفسنا، تعداد الناس، التصنيف، مش كوار، التصنيف، من الموهوب ومن المتعلم ومن صاحب المهنة ومن الثري ومن الفقير ومن المريض ومن صاحب العيال. نحن محتاجين نأهل الناس، ومحتاجين يا جماعة نعيد أواصر الحب والتعاون والإخاء لوجه الله، لوجه الله، لوجه الوطن، لوجه الإنسانية، ما لوجه حزب ولا لوجه انتخابات. نحن دايرين لنا كوادر رسالية. الخطأ الاستراتيجي الوقعوا فيه الإسلاميين إنهم سحبوا كوادرهم الرسالية من الشارع في الجمعيات الطوعية وبقوهم وزراء وسفراء ومحافظين. يا أخي دي علال الدنيا، الدول الآخرين انتم سحبتوا من قلب الجماهير، عشان كده لما كسوا للجماهير ما لقيتوها. ولذلك المنظمات الحقيقية انسحبوا منها الرساليين. وليه الحريب في دارفور؟ دارفور دي يا جماعة ما فيها زو صباح خير، في ضل كل الناس هربوا منها. يا مش أوروبا، يا جول العاصمة الفقر دي ألا فيها إنتاج ولا فيها هوى ولا فيها حرية ولا فيها تنفس، والناس قاعدين هنا دزول واحد عين كده لقبة السماء دي التي زينت بالكواكب، ما في زول ذاته. ديل عشان المكبين على وجوههم ديل يفقدوا الدنيا ويفقدوا الآخرة. ولذلك حزب السودانيين عليه أن يقتحم المؤسسات الشعبية التي أخلاها، أخليلتها كل التيارات السياسية، يملؤوها بالإصلاح والفائدة. المدارس الابتدائية يا جماعة فاضية، الثانويات فاضية، الأندية فاضية، المساجد فاضية، ميادين الرياضة فاضية، الأندية وقعت، المكتبات العامة ما موجودة. نحن محتاجين نعمل ترميم اجتماعي ونرفع شعار جمهورية الحي. يا جماعة أي حي سوداني جمهورية، تلقى فيه العالم وتلقى فيه السري وتلقى فيه وتلقى فيه المجاهد وتلقى فيه الخارج لوجه الله وتلقى فيه السكير وتلقى فيه اليائس وتلقى فيه العاطل. هو لو ما كانت النماذج دي في الدعوة بتمشي كيف يعني؟ نحن مفروض نعمل نرفع شعار جمهورية الحي والحارة والفريق والقرية. نحن مفروض نقود، ودل بنتجاوز باب المناسبة الدولة، ودل بنتجاوز بها السلطة، ودي بنتجاوز بها الاستبداد، ونحن بنتجاوز بها الأفندية الفاسدين الذين ركنوا لأموال الشعب وأكلوها. التربية والتعليم ممكن تعمل جمهورية الحارة دي، والصحة والبيئة والاقتصاد والرياضة والثقافة والتأهيل. بعدين فتشوا أنفسكم، كل ما زاد عن الحاجة يمكن أن يستر شخص معك في الحلة أنت ما عارفه. اي حاجه زايده ممكن تكفي الاخرين. نبدا يا جماعه، انا ما داري اتكلم عن قيم كبيره جدا، ان المناصحه تقتضي وجوديه الكيان في الاطار التكييفي مع التحوطيه لتثبيت المصيريه والسندكاليه زي ما بيقولوا السياسيين زمان. لا، نحن دايرين نبدا بالاشياء الصغيره، نظف الامتار المتسخه امام بيتك، نظف المويه اللي بتجيب الملاريا، هب لكل طفل وطفلة من أطفالك شجرة في الشارع وشجرة في المدرسة، يتغير المناخ. دي الملايين الطلاب، أهلوا الطلاب وأهلوا النساء وأشيعوا بينكم قوانين الجماعة. التظاهرات يا جماعة ليست بالصراخ والحلاقين فقط، الاستبداد بيسقط بالإنجاز. ونتجاوز بهؤلاء الملايين بيروقراطية الخدمة العامة، ونصيغ مجتمع كبير، نصوغ مجتمع كبير تديره حكومة صغيرة
أصل المجتمعات العظيمة كان في مجتمع كبير جدا وكانت في حكومة صغيرة ورشيقة. فشلت الشعوب العربية، غزمت الجماهير والشعوب والمجتمعات وعملت لها سلطة ضخمة جدا من المتبطلين من أهل السياسة والذين تأمروا على الناس بالباطل. ده جهاز حكومي ضخم ومتبطل يخدمه مجتمع صغير ومقهور وفقير. السودانيون يا جماعة يبحثون عن الذي يبث فيهم الروح ويوحدهم. الإنسان السوداني ده يا جماعة مفيد وغالي من اللطائف الخري. يعني مرة كنا في الجامعة عندنا جلسة كده بنقول لهم يا جماعة كل زول يجيب له شخصية عجبته، يعني في ناس يجيبوا القواد وكده. ففي زول من أصحابنا ديل بيحب غرائب الأشياء، قال في المدينة كان في عبد من رقيق المدينة قبل الإسلام اسمه زاهر. زاهر ده قال مشكلته إنه هو رقيق ودميم، زول ما بتقدر تعايله كده من شناته وعبد. فقام حرره الإسلام، افتكر اشتراه سيدنا أبو بكر وحرره. فالرسول صلى الله عليه وسلم بالله عليك الله شوف 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 اللطف ده. هذا الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الذي وضع على أكتافه تغيير العالم، بيجي يلقى زاهر ده واقف بيقوم يغطي له عيونه. اللطف ده حتى بتاع الأطفال يغطي له عيونه ويماسحه ويقول من يشتري بكم تشترون هذا العبد. وطبعا حريف بيعرف صوت الرسول صلى الله عليه وسلم فيتمسح به حتى لا يدخل النار. فيقوم يقول له والله يا رسول الله لتجدني كاسدا، كمان عنده الرقة يعني. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم ينتبه والصحابة بيسمعوا، يقول له والله لا يا زاهر، إنك والله عبد الله غال. الدنيا دي كلها سمعت إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال زاهر العبد يا دوب شم ريحة الحرية والذي تخطئه العيون من 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 قبحه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا والله إنك عبد الله غالي. قالوا الكلمة دي عاش بيها يعني زاهر ده في بحبوحة من العيش. قالوا لما نيجي لسيدنا أبو بكر، سيدنا أبو بكر ده ينتفض يقول له والله إلا أن تجلس، أنت عبد الله غال، ألم يقل فيك رسول الله إنك عبد الله غال؟ وقاعد مع الكبارات وكده أي زول يقف له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أنت عبد الله غال. يا جماعة الغالين ديل من السودانيين ديل الذين تخطئهم العيون، الغالين ديل هم الذين سيهزمون الغلاء. ولذلك حينما يتوحدوا ويحبون بعضهم بعض أي شيء متاح، أي حاجة حقتهم حسب قوانين الاستثمار اللئيمة دي. قوانين الاستثمار اللئيمة دي لو مشيت لأي بنك يجيبوا لك كوباية ليمون وكده وبتاع حسب قدرك مما تملك، عندك بيوت، عندك ممتلكات، عندك ما يفيد أنك صاحب ثروة، يدوك ثروة جديدة تكتب الشيكات تسوي فيها وتعمل أي حاجة دائرة وتشتري الأراضي وكذا. لكن ولد سوداني مهما كان عبقري، مهما كان مشروعه ناجح، لو جد أخي له بنك يقول له والله ها بيتكم في العمارات وين ترهن هنا يا مانا، ولو البنوك دي اتملت ببلايين، ما اتملت قبل فترة ببلايين من النفط، ما استفادوا منها الناس، استفادوا منها الاثرياء ثراء. لأن العقلية الرأسمالية مش في الإجراءات، في الروح لم تخرج من الناس. ولذلك حس لما جمهورية الحي وجمهورية الفريق وجمهورية الحارة تتكون، ما المشروعات اللي بيغشون بها؟ يعني تدي لك مرة كيف
ما كان تسوي بها شنو يعني؟ ولا ركشه ليش بيعمل بها شنو يعني؟ ما كان هو 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 القميص ب10 جنيه من الصين، مترو هنا ده ب50 جنيه، يعني حتفيد المكنه بشنو يعني؟ ده كله استهبال ساكت وزر رماد على العيون. نحن دايرين مشروعات حقيقيه لاسر منتجه. بعدين يا جماعه استغلال يا مزارع يقعد السنه دي كلها يجيب له لوري بتاع طماطم في سوق الخرطوم هنا، سماسر الساعه 4 صباحا ننطوا له في البص، يشتروا منه اللوري ده كله ب 18 صفائح بتاع الطماطم، ولازم يبيع لهم، لا بيقدر يرجع ولا بيقدر يخزن. عشان كده السماسر هم قفلوا كل مصانع تعليب الفاكهه في السودان. الصلصه دي بيجيبوا مادتها من الهند، يعني فساد مقنن له بطريقه استراتيجيه. نحن بنفتكر آن الأوان إنه كثير كثير من القوانين تغير، وأنا بفتكر إنه الإنغاز أكثر حاجة فشلت فيها إنها لم تستطيع أن تغير القوانين التي يمكن أن تقلب شقاء المتبع إلى سعادة، تماطل فيها وتركب فيها وتؤجل فيها. وأنا والله حكى لي مدير في قطاع القطاع العمال، عملوا لهم بنك فيصل ده عمل له فرع اسمه فرع المهنيين والحاجة زي دي في السوق في المنطقة الصناعية في مدرمان، واحد في المنطقة الصناعية في الخرطوم. قال لي كنا بنجيب ماكينات الحدادة والسباكة وتقطيع الحديد وصناعة الأبواب ومعدات الورش للصنايعية. قال لي أنا اشتغلت في البنوك دي فترة طويلة جدا. قال لي الأثرياء قال لي واحدة من ميزاتهم إجادتهم لطبع المطل والتسويف. قال لي والله الصنايعية ديل قال لي قبل يوم ولا يومين من دفع الاقساط تلقاهم واقفين صف بيدفعوا في الالتزامات اللي عليهم. نحن ندعو لهذا الحب الذي حاولت كل الانظمه ان تغلق ابوابه. نحن نعلن حزب السودانيين الذي يطال كل السودانيين، الذي يتكامل فيه كل السودانيين، الذي تسقط فيه كل اعتبارات غير أنك سوداني. هذا هو الحزب الذي سيصنع الفريق السعيد والقرية السعيدة والحارة السعيدة والمدنية السعيدة والسودان السعيد الذي ستتدفق خيراته بهذه البساطة على كل أهل أفريقيا، على كل أهل العالم العربي. سنكسي الكعبة من جديد وسنستر عورة الدنيا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.